استلم؟ مش انا عندي شوية بروسيجرز كده، اي حد خلاص انا ممكن استلم، يعني انا ممكن اسيب الختم بتاعي مع اي حد موجود في الشركة وهو يستلم، ولا لازم شخص معين هو اللي يستلم؟ مين اللي المفروض يستلم الدوكيمنتس دي؟ لازم شخص معين. تمام، مين الشخص ده؟ الدوكيمنت كنترول. طب ممكن في حد تاني غير الدوكيمنت كنترول هو اللي يستلم الدوكيمنتس؟ مهندس المكتب الفني؟ لا، هو مش مهندس، هو ممكن السكرتير يستلم مكانه. تمام، طيب احنا كتبنا هنا كده شوية إجراءات لتسليم الدوكيمنتس. أول حاجة مدير المشروع بيقرر مين هو اللي بيستلم الدوكيمنت، كل الدوكيمنتس والوثائق اللي جايه في المشروع. اتنين، يجب على اللي بيستلم الحاجه دي لو هو حد غير الدوكيمنت كنترول لازم يسلمها فورا للدوكيمنت كنترول علشان يبتدي ان هو يعمل لها ديستريبيوشن فورا وما تتاخرش ما بينهم هما الاتنين، ويبقى تكنيكال تيم لسه ما خدش حاجه منها. ثلاثة، بيتم فحص محتويات الدوكيمنتس دي بناء against الترانسميتال ليست. يعني انا المفروض انا مثلا كاستشاري، انا المقاول جاي جايب لي دوكيمنتس مثلا 20 سبميتال، المفروض ان هو يكون عامل كفر بيج بال 20 سبميتال دول، وانا بختم له الكفر بيج بس ان انا بعد ما راجعتهم ان انا استلمت منه 20 كفر او 20 شوب دروينج مثلا 20 ترانسميتال، وانا مراجعهم هم بارقامهم بالريفيجنز بتاعتهم في التاريخ ده وبستلم له كفر بيج ده علشان يسيبهم لي بعد كده استلم منه بقيه الدوكيمنتس الثانيه، لان انا ما ينفعش استلم له الكفرز الثانيه من غير ما ابص عليه. فضروري ان يكون في ترانسميتال ليست تقول ان هو مسلمني قد كده في الوقت الفلاني. تمام، انا بقى اخدتهم رجعتهم في ساعه، رجعتهم في اتنين، رجعتهم في اخر اليوم، استلم له الدوكيمنتس دي براحتي، بس في الاخر انا استلمت منه ترانسميتال ليتر بكل الدوكيمنتس اللي هو مسلمها لي. دي كده كام؟ اتنين. محتاج ان انا تكون الدوكيمنتس بتاعتي تكون واضحه، كل الدوكيمنتس لازم تكون واضحه مقريه ودايما عندها كونتنت ليست. يعني لو هو مقدم لي ماتيريال مثلا لازم يكون حاطط لي كونتنت ليست بالماتيريالز بايه الحاجات اللي حاططها، حاطط داتا شيت، حاطط سامبل، حاطط معاها مثلا اسمه ايه ده كتالوج، اي حاجه من الحاجات دي مهمه جدا ان هي تبقى موجوده معايا في الدوكيمنتس. تمام، طيب عندي كام بقى ستامب انا ممكن استعملهم؟ عندي كذا ستامب. اول حاجه لازم تكون عمليات الارسال دي تكون واضحه، احنا قلنا ان هي تكون واضحه ومقريه وتحتوي على قائمه بالمحتوى. اتنين، لازم ان كل الحاجات دي لازم تيجي تروح للدوكيمنت كنترول يختمها اول حاجه بختم الريسيفت. تمام، لو هي تمام اوكي بيختمها اول حاجه ختم الريسيفت، ويختم الدوكيمنتس بتاعته اللي هو هيوزعها داخليا بختم الديستريبيوشن علشان يبتدي ان هو يدخلها لمدير المشروع. دي بقى هتبقى الكونسيرن بتاع الديستريبيوشن ده على حسب الاداره عندك، هل هو محتاج ان هو يدخلها لمدير المشروع عشان يدير الديستريبيوشن ليست يوزعها عليهم، ولا هل هو عارف الدوكيمنتس دي هم متفقين قبل كده مسبقا، متفقين على ديستريبيوشن ماتريكس، هو كل حاجه هتيجي هتروح لفلان او كل حاجه هتيجي هتتقسم على حسب الديستريبيوشن ماتريكس الموجود عندنا، وبالتالي الحاجه دي هتروح للشخص المعني. وبعدين لو الحاجه دي تمام خلاص اوكي، بعد كده الدوكيمنتس اللي حصل عليها ابديت او اللي حصل عليها كانسل او الدوكيمنت اللي اتعدلت بدوكيمنتس ثانيه بتتختم بختم السوبر سيد. تمام، وبعد كده في عندنا ختم الكنترول كوبي، نبتدي بعد كده نعمل كابلز من الدوكيمنتس اللي احنا استلمناها دي، نبتدي نوزعها على الناس المعنيين اللي هم المفروض هيستلموا الدوكيمنتس دي. مهم جدا ان احنا بعد ما نعمل الكابلز دي نختمها بختم اسمه كنترول كوبي علشان نتاكد ان الدوكيمنتس اللي انت مسلمها للشخص دي هي نفس الدوكيمنت، ما اتغيرش منها ريفيجن. ليه؟ لان احنا كدوكيمنت كنترول بتقابلنا مشكله في المواقع،
ممكن يكون حضرتك مدي لمهندس لوحة معينة كنترولد وانت مسكنها ومصورها وعندك نسخة منها وعملت له ديستريبيوشن، وفجأة تكتشف ان في اجتماع من الاجتماعات اتبدلت اللوحة دي، اللوحة دي كان فيها غلطة فاتبدلت بلوحة تانية. المهندس اللوحة اللي عنده ممكن تكون مش كنترولد، حضرتك ما عندكش كوبي منها، انت ما عندكش اي ريكورد باللوحة اللي اتبدلت دي، بس في الاخر انت بتفاجئ ان انت عندك مشكلة ان اللي عندك في الريكورد غير اللي هتطلع من عند المهندس بعد كده في الاكشن. فده نقدر نحلها ازاي؟ حضرتك بتقدر تحلها ان كل كوبي بتطلع من الدوكيمنت كنترول اوفيس بتتختم ختم اسمه كنترول كوبي، ختم كده بيبقى احمر اسمه كنترول، ان النسخه دي نسخه اوريدي معمول لها كنترول، تمام؟ بتروح للمهندس بيخلص فيها اللي هو عاوزه، اي حاجه ممكن تتطبع من البرينتر او من اي حاجه مش هيبقى موجود عليها الستامب ده، فاي حاجه تانية هتعتبر ان هي مش كنترول كوبي، مش درافت، تعتبر ان هي درافت، حاجه انت مالكش دعوه بيها، مالهاش علاقه بالريكورد بتاعك، تمام؟ انا كده خلاص استلمت الدوكيومنتس، عملت لها ديستريبيوشن، بعتها للكونسيرن بيرسون، عملت منها الكابز وبعتها، خلاص تمام، عملت عليها كنترول، طلعت لي بعد كده الدوكيومنت عليها الكومنتات بتاعت الانجينير، وحاطط عليها ايه كمان، وهو بعد كده مدي لك عليها الاكشن كود تحت. انا محتاجه ابص عليها لما الدوكيومنتس بتجي لي بعد كده. انا بتكلم دلوقتي كده على الاستشاري، لما الاستشاري المهندس الاستشاري بيبعت لي الدوكيومنتس بتاعتي وانا دوكيومنت كنترول شغال مع شركه استشاري، بتاكد ان انا عندي هنا شويه كومنتات المهندس كاتبها، ما يخصنيش هو كاتب الكومنتات بتاعته هنا ايه، كل اللي يخصني ان هو كاتب الكومنتس بتاعته هنا في المكان بتاع الكومنتس، وان هو مختار اي اكشن كود من الاكشن كودز دي. طبعا مش محتاج ان انا اراجع الجزء اللي فوق ده، لان اوريدي الجزء اللي فوق ده انا راجعته مره قبل كده وانا بستلم الدوكيومنتس، تمام؟ فمحتاج ضروري جدا ان انا اراجع الدوكيومنت الكومنتس، وراجع ان في اكشن كود هنا، واتاكد ان المدير المشروع هنا ماضي، واتاكد ان في التاريخ موجود، تمام؟ انا بالنسبه لي كده الدوكيومنتس دي تمام، هبتدي ان انا اعمل منها كوبي وابتدي ان انا اسلمها للمقاول بتاعي، تمام؟ احنا كده خلصنا الجزء بتاع الريسيفت، اوكي؟